متشكرين يا ست هاني. وحشتيني يا حنان. ايه اللي رجعك بسرعه كده؟ مش كنت ناوي تقعد شهر في اوروبا؟ قلت ارجع بدري عشان نقضي عيد راس السنه مع بعض. ماشي كفايه. ما وحشتكيش؟ قوي. دي الحاجات اللي جبتها لي؟ لا دي جزء من الحاجات. طب فرجني فرجني. الله، كل ده علشاني؟ لا، وانت لسه شفتي حاجة؟ جنان يا سعفان جنان. الله جنان. الله. عشان تعرفي قد ايه انا بحبك. وبعدين معاك؟ عشان خاطري. لحظة اتأخر على البيت. بقولي لهم أي حاجة. طب أكلمهم في التليفون. بعدين بعدين بعدين. قد كده وحشتك. أوي يا حبيبتي. أنا همشي يا سعفان، لحظة اتأخرت على البيت. ألو؟ ايوه كمال، بكلم من شارع الشواربي. بشتري شويه حاجات قبل المحلات ما تقفل. قولي حبيبي، سعفان بيوصل؟ سعفان بيه يا ستي، راح البيت يستحمى ويغير هدومه. قال لي استناه في الشركه لحد ما يرجع. على فكره، هو عازمنا الليله على سهره راس السنه. كده.
بقى هيجيب الست مراته معاه. على العموم هي دمها تقيل، انما نستحمل قعدتها عشان خاطر سعفان بيه. لا يا حبيبي مش هتأخر. حاضر، مع السلامة. وبعدين بقى هنرجع للشقاوة؟ اهلا 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 يا هناء، ما تيجي؟ لا معلش، اصلي مستعجله. خدي الشنطه اللي ورا دي. الحمد لله على سلامته. المره دي كريم قوي. مش خطبني يا بنت الايه؟ طب والنبي انا لو منك اخليه يخطبني بجد. واللي في البيت؟ اشمعنى هما بس يا اختي ليهم الحق في اربعه؟ احنا كمان لازم نبقى زيهم. اه. ادي 100 جنيه تحت الحساب. هنشوفكم انتوا التلاتة بقى بالليل. لا يا حبيبتي احنا الأربعة. ليه؟ أصل دريتي هتسهر معانا. باي. مفيش فايدة من اللي بتعمليه ده. لا هيرجع لك الكلام. بس عمري ما نمشي لحد دلوقتي يا دادا. ما هو يا ستي طول ما الهباب ده قدامه ما هوش عايز ينام. طب اطلعي انت حضري الحمام يا دادا. حاضر يا ستي. يلا يا عمرو، يلا حبيبي. بس يا ماما شوف نهاية الفيلم. هحكولك بعدين. اوبا. احنا مش اتفقنا كل يوم الساعة 8 تكوني نايمة يا قطة؟ هلا. ها؟ عايزك الليلة دي وانت بترقصي مع سعفان بيت فتحيه في الموضوع. موضوع ايه؟ ان تعين مدير مبيعات الشركة. اه قول لي يا كمال. ايوه روحي. انت بتغرش عليا. من سعفان؟ ده كل سنة وانت طيبة. انت عارفة يا روحي ان انا بغير عليكي من نفسي. بس فرق يا حبيبتي بين الغيرة وبين الثقة. انا لو ما كنتش بثق فيكي عمري ما كنت طلبت منك الطلب ده. اه. عارفه مدير مبيعات يعني ايه هنا؟ يعني 1000 جنيه عموله في الشهر. يعني هجيب لك الخاتم السوليتير اللي نفسك فيه من زمان. وكمان يا ستي اخدك على بيروت ونصيف سوا. يعني ما ترجعش في كلامك؟ طبعا لا. اذا كان كده اكلمه. نسي يا روحي. خدوا بالكم كويس، مش عاوز أي شكوى من أي زبون، سامعين؟ اتفضلوا. بونسوا عماد. بونسوا دكتور مؤمن. سافا؟ بيا إيفو. كوم سي كوم سا، كل سنة وأنت. وأنت طيب. طلباتك دكتور مؤمن. رأي صح، السنة اللي فاتت دفعنا بومبة، والسنة دي آجي ما ألاقيش ولا تذكرة. ولا تزعل دكتور مؤمن. تعالى وأنا هتصرف. بس على شرط تيجي متعشي جاهز. طب هات شيلي. يلا غير هدومك بسرعه يلا بدل ما انت قاعد دافن نفسك في وسط الاشباح. بول وشي بيضة وشي سمرة وشي حمرة وشي ديمي سيزون والمين جيب والميكرو جيب والماكس جيب والبنطلون جيب ومفيش حاجة جيب وكل جيب في جيب في جيب في جيب في جيب. قوم اتفرج قوم. انت جالك حاجة ولا ايه؟ يا ابني انا مش بحلم، انا شفت بعيني. محدش قال لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا الليلة دي معزومين على سهرة راس السنة. اه لا بس انا بذاكر. بقول لك كله جب في جب. الطويلة ذات القوام الممشوق، والتخينة اللي زي لهجة القشطة، والرفيعة اللي زي فراخ الجمعية. أبوس إيدك قوم. ما فيش وقت، ما نضيعش وقت. طيب قوم. جب 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 جب. جب.
منورانا يا هاني. ميرسي قوي يا كمال بيه. شيك قوي العقد ده يا هاني. تلاقيك رفعت فيه كتير. ابدا. اللي يشوفه يفتكره اصلا. مع ان تمنه كله 3 جنيه. مش معقول. الصناعه هتقدمي دلوقتي يا توحيده. فعلا يا صعبان بيه. شايف بتوع الليل واخره؟ شايف بتوع الطنس؟ مش المشرحة والفورمالين؟ طنس طنس دنس دنس دنس. اهدى يا قليل الادب. لا مؤاخذه، كنت فاكرك بنت خالتي. مع السلامه بقى. السلام عليكم. اديتني ميعاد واتقلت. يا سلام. لا تنسيش اللي قلت لك عليه. حاضر. هاي هلا، ازاي؟ اهلا يا سميحة. ليش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. مش عارف اقول لك ايه.
لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلت بطلت الحكايه دي. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. اذا كان في شقه فاضيه قدام بيتك مستعد اعزل. كل سنه وانت طيب. انت طيب. وانت كمان هاتي بوسه كل سنه. كل سنه وانت طيبه يا هناء. وانت طيب. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكره الساعه 11 قدام نادي الجزيره. انا متشكر قوي يا هناء. اكيد اللي عملتيه الليله دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكايه كلها ما كلفتناش غير كلمتين لطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعا يا حبيبتي، انا عارفك نبيهه وواقفه جنب جوزك بذكاء من غير ما تعملي اي حاجه غلط. تصبح على خير. وانت من اهله. كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. ليه؟ ما بتحبيش جوزك؟ ما أخبيش عليك. واتجوزتي ليه؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيره وبابا مهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيده ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيده معاه؟ في واحده بتتجوز مش عايزه تبقى سعيده. أقدر أعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي أنت عامل إيه؟ بتحب دراستك؟ طبعًا. هتطلع دكتور إيه؟ باطني. أصحابك مين؟ صحبتك مين؟ أصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكلية أصحابي. يعني ما بتفضلش واحدة منهم عن التانية؟ عايز أنا أقول لك إيه؟ إن في واحدة بفكر فيها لدرجة إنها تشغلني عن دراستي؟ أحمد عاوز اسألك سؤال. ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سألت. قالوا انكم عزلتوا مصر الجديدة. قلت الأيام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده ايه ده؟ عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن. كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل واكلمها ببساطة. تحكي لي واحكي لها. ببساطة؟ كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. انا كنت في المشرحه.
انا بيضت لك محاضره وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضره الثانيه. والله خساره فيك، هي قاعده تبيض لك في المحاضرات وانت عمال تلعب في المشرحه. دي مش خيانه، ممكن تسميها معايشه ذكريات. معايشه ايه؟ قريتها فين دي؟ في امراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني، هو لازم احضر؟ بقى ده كلام، حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه، معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه، المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اسوي حاجه؟ يلا يا حبيبي يلا، ده يومنا النهارده. ده كان زميلي في الكلية وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشية كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم؟ على رأيك. صحتك. ويعملوا لك حفله زي دي. ما اظنش. سيداتي وسادتي، إن هذا الحفل الذي نقيمه للأستاذ كمال شكري لا هو أبسط اعتراف من الشركة
بمجهوداته في مجال الصناعة والتجارة. فإذا نحن أجرينا مقارنة بين حجم الاستثمارات شركة التجارة هذا العام وحجمها في العام الماضي، لاتضح لحضراتكم ما أتاه السيد كمال شكري من جهد. كانت ميزانية الاستثمارات في العام الماضي 300,000 جنيه، فزادت في هذا العام بنسبة 35%. وبفضل الأستاذ كمال واتصالاته الشخصية فتحنا أسواقا جديدة في القارة الإفريقية، ونأمل أن يمتد نشاطه إلى باقي القارات. ازاي؟ مين كان يصدق؟ حبيبي امه بس بلاش عياط بقى يا عمر، بس يلا حبيبي، بس يا بوس بس يا عمر حبيبي ماما. يلا طيب 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 جاي اهو. الله، ادخل يا عم صالح. الخضار يا ست هاني حطه جوه على الترابيزه في المطبخ. باقي من الحساب قرشين على الترابيزه برضه. كمان لسه 20 يوم على اخر الشهر ومش فاضل معايا الا 2 جنيه. يعني ما احناش كلام على المصروف اللي هو احنا بناكل. بس مش عارفه اتصرف، اجيبها شمال اجيبها يمين. يوه عشان اعمل لك ايه بس؟ 22 جنيه عمي اللي باخدهم، 5 جنيه للشقه، 3 جنيه للمواصلات، 2 جنيه للسجاير، وال 12 اللي فاضلين بديهم لك. ال 12 دول مش مكفيين، من يوم ما اتجوزت مش شايل شروح وفستان. يعني انا اللي ببعث على نفسي؟ مش قصدي، بس بالطريقه دي مش عارفين نعيش. عشان اعمل لك ايه بس؟ اسرق؟ انا هدور على شغل، لازم اشتغل. تشتغلي تتنيلي، اعملي اللي يعجبك، عيشتي الهباب دي. بلا من يوم ما شفتك عندي في البوتيك. يا ريت يا حبيبتي، ما انت عارفه اصلح لك الفساتين عندي في البيت، اشتغل لك بالحته، مش اقل هطلع لي بخمسه سته جنيه في الشهر، اهم ينفعوا. قلتي ايه؟ والله يا هناء وحياتي عندك يا سميحه، انا تعبت قوي، ساعديني. طيب اتفضل يا كاظم بيه. ميرسي. ايدي الفاتوره على الحساب. حاضر، عن إذنك. اتفضلي. ألو، أهلا يا قمر، إزيك؟ عندك سهرة الليلة دي؟ من بختك وصلت لي النهاردة بضاعة لا مؤاخذة اللي كنت بطلع، مش موجودة في باريس كلها. بس اللي فهمته إنك بتدوري على شغل. أيوه يا فندم. ولا تحب أبعت؟ تعرفي تكتبي على الآلة كتبة؟ أتعلم يا فندم. طيب كويس، أنا بدور على سكرتير، ده عنواني. باي باي يا سميحة. باي باي. مبروك يا حبيبتي. على ايه وانا لسه اشتغلت؟ انت عارفه ده مين؟ دي النجده اللي جاتلك من السما. اه يا حلوه، لو شغلك عنده لا تقولي لا خيطلك فستان ولا اشتغلك بالحته. هتشتغلي فتره تحت التمرين وانت وشطارتك بقى. متشكره يا بشرفش. ولو انبسطت من شغلك هنبقى ساعتها نحدد المرتب. وفتره التمرين دي مش حابب ما هي يعني؟ ما هي رمزية، نقول 10 جنيه في الشهر. موافقة. فالحة تكسبي 10 جنيه في الشهر، ندفع 7 جنيه شغالها عشان تاخد بالها من الولد، وتلاتة جنيه أكلها، يعني ما عملناش حاجة. وعدني لو انبسط من شغلي هيزود مرتبي. تعرفي تعملي حاجة عشان تبسط من شغلك؟ أديني بتعلم اختزال، وإن شاء الله ال 10 جنيه هيبقوا 20. مش خروحي كده. بكرة تشوف. ردا على خطابكم المؤرخ 17 يناير، نحيط سيادتكم علما بأن الطلب المقدم منكم
كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها. حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية. اسمعي، انت سميحة مش صاحبتك، فوتي عليها نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من مهيتك. بس سميحة فساتينها غالي قوي والبيت اولى يا فندم. البيت ما تشيليش همه، أنا هساعدك. مش فاهم يا هناء. أنا إنسان بيقدر الجمال وبيحب. عبيط، عايزاني أقول لك إيه؟ يا سميحة ده عارض عليا يساعدك، ومقابل المساعدة دي تكوني لطيفة معاه. يا حبيبتي الدنيا كده والرجالة كده، يا الشرف والفقر والعكننة، يا الفلوس والنغنغة، وساعتها شرف ولا مش شرف كلهم بيحترموك ويقولوا لك يا هانم. أنا كنت متأكد إنك هتطردي من الشغل. يلا دلوقتي البسي عشان نحضر الحفلة اللي في نادي الشركة. وعمرو هعمل فيه إيه؟ سيبيه عند الجيران. طب ما تروح أنت لوحدك. إذا كان كل واحد جايب مراته معاه. بس كمان يا جمال ما عنديش حاجة عدل ألبسها. ليه؟ الفستان البامبا ماله؟ ما هو كويس. يلا يلا البسي بلاش نكد. يلا. حاضر. تيجي هنا نقعد جوه مع الناس. هنا كويس. مش شايف الستات لابسين ازاي؟ والله مش ذنبي، ستات اهليهم اغنياء وبيساعدوهم. وما تقولش ليه ان جوازهم اللي اغنياء ولا ماهيتهم كبيره. احنا جايين نتنكد هنا كمان؟ مش انت اللي بتغلط يا كمال. شيخه المدير العام بتاعنا جاي ناحيتنا، اتيكيت انك تسلمي وانت قاعده، فاهمه؟ حاضر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. سعفان بيه المدير العام بتاعنا، هناء مراتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. ان شاء الله تكونوا مبسوطين من الحفله. الحقيقه يا فندم حفله ممتازه. ترى مدام عارف البيت ولا بتشتغل؟ هي اخذت زوجيه وقعدت في البيت. ايه العيال بقى يا فندم حضرتك عارف؟ والعيال دول يبقوا كام؟ ولد واحد يا فندم. انا قلت كده برضو. اصل الهانم اللي يشوفها يفتكر انها مدموزيل. ده بس وظرفك يا فندم. ها؟ بتشربوا ايه؟ ليمون ومانجا. يا راجل قوم هات لك كاسيل. ما فيش لزوم يا فندم. قوم قوم. على اذنك. والهانم ما عندهاش استعداد انها تشتغل؟ على كل حال اذا فكرتي تشتغلي اتصلي بقى في النمره دي. مش ضروري، يبقى كمان يبلغ حضرتك. وماله؟ خلي الكارت معاكي، ممكن تحتاجيني في اي خدمه. تبي تكلميني في النمره المباشره دي. اتفضل يا فندم. الحقيقة أنت منورة الحفلة. أمال فين كاس المدام؟ هي أصلها ما ميرسي ما بشربش. صحتك يا صحتك. الحقيقة المدام بتاعتك كلها رقة. على إذنكم. اتفضل. فرصة سعيدة. شكرا. مع السلامة يا فندم. مالك مبوزة ليه؟ عايز امشي. ليه؟ عايز امشي يا اخي. انا عارفك ما انتش وش حفلات كده. طب اتفضل. ايه ده؟ كارت المدير العام بتاعك انتهى فرصة انك قمت واداهولي. فيها ايه؟ مش فاهم.
لا افهم. انت سيئة النية كده ليه؟ خلاص من قلة الستات هيعكسك انت؟ أجمل واحدة في الحفلة ولا هو ما عندوش نظر؟ أمام الأرقام والإحصائيات التي ذكرتها أمام حضراتكم، يطرح أن الأستاذ كمال عبقرية اقتصادية فذة يجب التمسك بها ودفعها إلى الأمام وتشجيعها حتى تعود مجهوداته بالخير على الشركة والعاملين بها. أي بص، في هنا أهو، وريني معاك. مساء الخير يا هناء. أهلا حبيبي. مساء الخير يا عمرو. أهلا بابا. ازيك حبيبي؟ يلا انا البسي بسرعه. ليه؟ سعفان بيعزمنا على بارتي عنده في البيت، ده بيعتبرني صاحبه دلوقتي. بارتي؟ ايوه. لو النبي عارفين انا من حكايه البارتي دي. اوه ما تخليكي مديرن امال. يلا حبيبتي يلا يلا. انا قلت لك يا كمال 100 مره الراجل ده ما بستريحلوش. اوه انت ما حدش عاجبك خالص، لازم تكوني اجتماعيه. اي ست في الدنيا بتقف مع جوزها على الاقل تشرفه قدام الناس. طب وعمرو؟ عمرو هيروح عند الجيران مش كده يا حبيبي؟ ايوه. هنقعد نمرمط في الولد بالشكل ده؟ اوه يعني احنا هنغيب قد ايه بس؟ دي كل الحكايه ساعتين. يلا حبيبتي يلا 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 يا عمرو يلا حبيبي يلا. اهلا هنا. هنا اهلا كمال. اهلا بيك. اتفضلوا البيت ده. شكرين قوي. اتفضلي. عن اذنكم دي يا عمرو. العفو فين. اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. شايفه الناس اللي عايشه؟ بصي بصي الست اللي هناك دي، دي تبقى مرات المدير المالي، اللي جنبها دي تبقى مرات العضو المنتدب. ما تروح تصاحبي معاهم، دول ممكن ينفعوني في الشغل. روحي. والنبي يا كمال تسيبني في حالي، انا ملخومه خلقه. شرفتونا وانستونا. متشكرين يا استاذ. ايه هنا يا هانم؟ الواحد ما يشوفكيش الا في السنه مره. اصلنا ما بنخرجش يا سعفان بيه، ملناش في الحفلات. تحبوا تشربوا ايه؟ اللي تشوفه سيادتك. اتفضلي. متشكره ما بشربش. بتكسفنيش. شايف يا كمال بتكسفني. سعفان بيه مد ايده بقى، ما يصحش. ايه كمان؟ ما انت عارف اني ما بشربش. معلش عشان خاطر سعفان بيه، اشربي. في صحة هناء هان. في صحتك. في صحتك. اشربي. ايه ده؟ اجيب لك كوباية مية؟ اتفضلي. أمال فين المدام يا فندم؟ مدام سافرت يا ستي، راح تقضي لها كام يوم في أوروبا وسايباني لوحدي هنا. دنيا كده، هي تتفسح وأنا أشتغل هنا. رجالة تكسب عشان الستات تصرف. محتاجة أي حاجة من باريس من لندن اطلبي، ما تكسفيش. أبعت المدام تجيبها لك معاها. على العموم ادي كارت الثانية. اكيد ضيعت الاولان، مين عارف يمكن المرة دي تفتكريني. اتفضلي. اطمني يا مدام، لحقناها من اولها، مش لازم يتعرض للهوى. تجيبوا له الادوية دي وياخدها من النهاردة. حبيبي شكرا. عن اذنك. عن اذنك. اتفضل. هات 2 جنيه من مصروف البيت بسرعة. هاتي.
مالك يا كمال؟ الدكتور قال حاجة تانية؟ عنده ايه الولد؟ ده مش في اللي عنده دلوقتي، احنا في الأدوية دي هنجيبها منين؟ خد بيع دي لحد ربنا ما يفرجها. يفرجها النهاردة وبعد كده. يا ريتني كنت اتجوزت واحدة موظفة، كانت ساعدتني بقيتها في مصيبة زي دي. تعالى ابو الجواز وسنين الجواز اللي يخلي الواحد يمد ايده ويستلف. هات يا شيخه. يا سيدي بسيطه، اهم حاجه نقوم بالسلامه. اكتب الاستماره وانا هديهم تعليمات يخصموا الصرف على 12 شهر. ربنا ما يحرمناش منك يا فندم. اظن هنم الان. طبعا يا فندم. سلم لي عليها، ضمنها ان امراض الاطفال ما يتخافش منها. دي هي النهارده يا فندم هتدعي لك لما تعرف ان سيادتك وافقت على السلفه. العفو، روح انت علشان تلحق الخزنه. على اذنك يا فندم. متشكر. العفو. متشكر قوي. ابعتي لي محمود السواق. سعيدة هنا. أهلا. ازاي دلوقتي؟ كويس. الله، انت لسه بتعيطي؟ خلاص يا ستي، اديني استلفت 20 جنيه بس. اعملي حسابك مصروف البيت هتاخديه ناقص 3 جنيه كل شهر، وتبقي تصرفي بقى مع اهلك كملهولك. اتفضل، 50 جنيه بقى ابعتهم اتصرف فيهم. الله يفي الخير اللي افتكر. طب بتعيط ليه بقى بدل ربنا فرجك؟ مفيش، بس صعبت عليا نفسي. ألو، لو سمحت ممكن أكلم سعفان بيه؟ أيوه أنا سعفان. أهلاً 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 بيكي في أي وقت. أنا سعيد جداً اللي سمعت صوتك. متشكرة أوي. أنا بكلم حضرتك عشان أشكرك على 50 جنيه وأوعدك إني هرجعهم لحضرتك في أقرب فرصة. أنا أولاً ما طلبتش إنك ترجعهم لي، ثانياً الشكر في التليفون ما ينفعش. لو ما تتضايقيش أكون سعيد لو تقابليني، وهي فرصة أشوفك وأطمن على الولد. أرجو المقابلة دي تكون سر بيني وبينك. ما يكونش عندك أي فكرة، ثقي فيا. تحب أرجع لك الفلوس إزاي؟ فلوس إيه؟ فكرك أنا بقابلك علشان أكلمك في الفلوس؟ أنا عايز أطمن عليك. هي كمان أنا عارفها بسيطة. هي بسيطة صحيح، إنما أدي إحنا مستورين. على العموم ما تشيليش هم، زي ما قلتلك اعتبريني أخوك الكبير، عشان أساعدك أنا حرقي كمال وزود له مهيته، وإذا احتجت أي مبلغ تاني ما تتردديش. تليفون بسيط، كل طلباتك هتتنفذ. متشكرة أوي. لو سمحتي تقبلي مني الهدية دي. ايه ده؟ والحتتين قماش لسه جايين من باريس. يا خبر، لا مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ الهدية بسيطة. أرجوكي ما تكسفينيش. طب بس هقول له ايه؟ يا سلام، أي حاجة. Thank you.
هناء باركي لي يا هناء. خير؟ سعفان بيرقاني، بقيت ميتي 50 جنيه ولو اتبسط من شغلي يمكن توصل ل100. مبروك. الله، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ لا ابدا، طبعا مبسوطه. انت كنت بره؟ ها اصل كنت بشتري. اصل كنت فين يا هناء؟ كنت عند ليلى بنت خالتي. بص، ايه دول؟ دول حتتين قماش جابتهم لي ليلى هديه بمناسبه عيد ميلادي. بنت حلال قوي ليلى دي، وفرت لنا كسوه الصيف. يلا بقى يا حبيبتي نتغدى لحسن هموت من الجوع. ها يلا. الاسانسير بسرعه يا علي. حاضر يا فندم. مع السلامه يا فندم. ايه كمان، عامل ايه في الشغل؟ كل حاجه ماشيه عالي يا فندم، ده بفضل توجيهات حضرتك وتشجيعك. على العموم انت كل ما تشد حيلك هتلاقي الطريق قدامك مفتوح في الشركه، انك تترقى وتكبر ومعيتك تزيد وقدامك فرص كتيره. ان شاء الله يا فندم اكون عند حسن ظنك. طيب اتفضل. اتفضل. شكرا يا فندم، مع السلامه. على فكره. ايوه يا فندم. ليله انا عامل حفله وعازم شويه عملاء، ممكن تبقى تيجي وهي فرصه انك تتعرف عليهم وعشان تكون علاقات. اوي اوي يا فندم. ويا ريت المدام تشرف معاك. ان شاء الله يا فندم، مع السلامه. تسمح ارقص مع الهنا؟ ايوه ايوه اتفضل. اسمحي؟ بس انا ما بعرفش ارقص. اعلمك. محسوبه اكيد. كمان. اتفضلي. زي ما قلت لسيادتك. شفتي بقى الرقص سهل ازاي؟ مبسوطه مني؟ اديني رقيت كمال زي ما وعدتك. ميرسي. كل اللي بعمله ده علشان خاطرك، مش لازم الوش الجميل ده يزعل ابدا ولا يشيل هم ابدا، عايز اخليكي اسعد مخلوقه في الدنيا. هناء، لو طلبت مني تقابليني الساعه 6 ترفضي؟ بس هتقولي لي كمال هشوف طريقه اشغله بيها في المكتب، لكن ضروري اقابلك، حاجه مهمه لازم اقولها لك. هناء. سعفان بيه كان بيقول لك ايه وانت بترقصوا؟ بيكلمني في السياسة. قالكيش حاجة عني؟ قال لي انه مبسوط منك. امتى بقى هيرقيني ويزود مرتبي لل100 جنيه زي ما وعدني؟ وحياتك يا هناء، الراجل ده احنا مديونين له بكتير، خليكي لطيفة معاه، ممكن يوصلني لبعيد، بعيد قوي. كاس واحد مش هيعمل حاجة عشان خاطري. أنا أول ما شفتك ومن ساعتها مش قادر أنساكي. أنا ما بطلبش منك تحبيني، كل اللي بطلبه إنك تسيبيني أحبك، وأوعدك إنك مش هتشوفي معايا أيام وحشة أبدا.
محطة ضخمة وإخلاص في العمل وتفانيه فيه لم يكن وليد لحظة، فهو طموح مالك هنا منذ البداية. عمل بالشركة معلش كلها نص ساعة ونقوم وتبوأ مركزا وراء مركز ما يصحش بفضل دأبه المستمر. حاسة إني تعبانة أوي ونشاطه. هاخد العربية وبأرجع عند التاكسي رؤسائه له. وهكذا أيها السادة، رأيت واجبا علي أمام هذا الجهد الكبير الذي قام به الأستاذ كمال أن أوجه إليه الشكر على ما قام به من خدمات جليلة للشركة، وشكرا. نعم يا ست هانا. هو الأستاذ أحمد فؤاد موجود؟ موجود يا ست هانا. طب لو سمحت اندهولي. حاضر. خير يا هناء؟ أبدا، حسيت إني عايزة أشوفك جيت لك. كنت بتذاكر؟ يعني أقدر أعطلك على مذاكرتك شوية؟ بتسأليني؟ تعرف إن دي أول مرة أجي شارعكم من ساعة ما عزلنا؟ كان شعورك إيه؟ حسيت براحة وأمان. ليه؟ يمكن عشان رجعت الأيام زمان، أيام ما كانت الدنيا والناس وكل حاجة حلوة. ندمان على الأيام دي هناء؟ جدا، لكن للأسف مش ممكن ترجع تاني. هناء، أنا طبعا معرفش كتير عن حياتك، معرفش أكتر من اللي أنت قلتهولي، لكن بحس في كلامك إنك عينيكي فيها حزن. ليه؟ الدنيا حلوة والناس ما وحشين. وحشين يا أحمد، ما بقوش زي زمان، بيخلوك تعمل اللي انت مش راضي عنه. ايه اللي انت مش راضي عنه؟ يلا بينا يا أحمد. الناس ورانا ورانا. معلش نفسي اهرب معاك، اهرب بعيد عن الناس. ايه اللي حصل يا هناء؟ اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ رحت اشم شويه هوا. عمرو نام يا دادا؟ من بدري يا ست. تعرفي ان الناس كلها لاحظت لما سبت الحفله ومشيتي؟ ما بقتش عارف اقول لهم ايه. لازم تشوفي الموظفين اتغيروا ازاي بعد ما ترقيت من كمال افندي بقيت كمال بيه. كمان شويه كنت هبقى كمال باشا،
على فكرة مش واجب برضه نعزم سعفان بيه عندنا في البيت؟ انت مش وصلت اللي انت عايزه، لازمته ايه بقى نعزمه في البيت عندنا؟ ما هو مش معقول ما نردلوش الجميل يا هناء. ومش معقول كمان هقعد ل 24 ساعة جامل في سعفان بيه بتاعك؟ ده اقل ما يجب يا حبيبتي، الراجل اكرمنا في الحفلة، لازم نكرمه في بيتنا. انا قرفت بقى لا عايزة اتكرم ولا اكرم، سيبني نام. ظاهر ان اعصابك تعبانة. تصبح على خير. اخفى عليكي بقى تقعدي المده دي كلها وما تساليش عني. اعذريني يا سميحه، اصل انشغلت شوي. لازم مع اللي كنتي معاه ليله راس السنه. جو جديد؟ مين؟ احمد. دي كانت حته بوسه يا بنتي، ولا بوسه ايه بمونتان لبريجيت برضو. ها وبيشتغل بقى ولا واد من مرايشين؟ لا لسه ما اشتغلش، هو في نهائي كلية الطب. يا حلاوة، قميل قوي، تلميذ يعني. قرب يتخرج ولا ما يتخرجش؟ هو حلوة وخلاص. والنبي ده انا كنت خايفة لا جوزك ولا سعفان يشوفوكي، كانت تبقى مصيبة. يا ريت، عشان كنت اخلص من الاتنين. ايه اللي حصل؟ ابو حميد يخليكي تقلبي على الجوز كده؟ خلاص يا سميحة، ما بقتش قادرة استحمل. حاسة اني بمثل 24 ساعة. نفسي ارجع طبيعية زي زمان. لا وحياة ابوكي، مش عايزين خراب البيوت ده. خليكي زي ما انتي، مرات كمال بيه وصديقة سعفان بيه. وحبي بعد كده اللي على كيفك. تحب احمد، تحب علي، يا رب تحب ابو زيد. المهم ان حبك ده ما يكونش له تأثير على النعمة اللي احنا فيها دي. على فكرة انت ليكي 50 جنيه بقيت حساب. بقول ايه؟ ايه؟ ممكن تسلفيني وافتح شقتك؟ اخ يا روحي، لذيذ قوي حب التلاميذ ده. هاتي. صاحبتك دي تفضل مسافرة على طول. يا ريتها يا أحمد، على الأقل نفضل نتقابل بعيد عن الناس. أحسن. كنت لما بشوفك زمان أحلى منك مراتي وعايشة معايا في بيت واحد. شوف الدنيا. تمر السنين ونتقابل سرقة في شقة مش بتاعتنا. يا ترى لسه بتحلم زي زمان؟ أيوه. صحيح يا حمد، صحيح. يعني ترضى تتجوز واحدة متطلقة؟ أنا هتجوز واحدة بحبها وبس. وابني؟ قد حبي ليك يا حبيب. يا حبيبي مش عايزك تبعد عني ابدا. اعمل ايه؟ انت اللي بتعزلي. مش هعزل المره دي، هفضل جنبك على طول. ادي التقارير اللي ستك طلبتها مني. رجعت الميزانيه؟ طبعا يا فندم. ألو، من فضلك دقيقة. أهلا يا حبيبتي. لا الظاهر إنك نسيتيني. أبدا، بس ظروف. هبقول لك عليها أما أشوفك. قولي يا سعفان، أنا محتاجة ال 200 جنيه ضروري. في الشقة؟ لا مش ممكن. أقول لك استناني بعربيتك قدام قصر البارون.
حصل ايه قوليلي. سعفان، انا حاسه ان كمال ابتدى يشك ان في علاقه بينا. هو قال لك حاجه؟ ابدا، بس تصرفاته مش عجباني. رايحه فين، جايه منين، هبقى اكلمك في التليفون. خايفه لا يكون بلغوا كلام. اشمعنى الكلام هيبلغوا اليومين دول؟ مش عارفه، احنا لازم نبعد عن بعض شويه لغايه ما يطمن. طيب طيب، سيبيلي الموضوع ده، انا هتصرف. ادي المبلغ اللي طلبتيه مني. ميرسي. امشي انا بقى. مع السلامه. الله يسلمك. بس ده كتير قوي. بكره ما تتخرج تعوضني عن كل حاجه. استاذ كمال. ايوه فندم. عايزك يا بطل تجهز شنطتك وتاخد طياره لندن بكره ومنها على الكونجو وتخلص الصفقه بتاعتنا. ما الاستاذ سعيد مسافر. سعيد؟ سعيد مش هيحل ولا يربط. لازم تروح بنفسك. انت مدير المبيعات؟ اللي تشوفه سيادتك. اي خدمات تانية؟ لا شكرا. شوف وشك بخير يا سعفان بيه. ما ترجعش الا ومخلص كل حاجه ان شاء الله. اشوفك بخير يا هنا. خلي بالك من الولد. ترجع بالسلامه. خلاص اهو دلوقتي بقى مالكيش حجه. بس على الله ما يكونش موصي حد يراقبنا. مستنيكي بالليل الساعه 8. حاضر. مش راحت فين يا دادا؟ طيب طيب، لما ترجع قولي لي اني اتكلمت في التليفون، ضروري تتصل بيا، فاهمه؟ تعال. قلت لها اني سالت عليها. ايوه النبي يا سيدي قلت لها. ما تعرفيش يا دادا راحت فين؟ هي ما بتروحش حته غير عند الست سامحه صاحبتها. الو سعفان بيه؟ مش معقول. اهلا اهلا هناء. لسه خارجه من شويه، لو رجعت اخليها تتصل بيك. حاضر. ماهر تعال على طول. يا فندم جات اخبار من كمان؟ لسه يا فندم. ايه؟ مستحيل السفريه ولا ايه؟ مش يجي يشوف شغله البايظ؟ ابعت له طيارات حالا. يرجع على اول طياره. حاضر. مش عارفه ايه اللي رجعه بسرعه كده. المفروض كان يقعد شهر في اوروبا. وطبعا هتطلعي تستقبليه في المطار. ولو طلب منك الليله تسهروا سوا مش هتقدري تقولي له لا. يا احمد قلت لك كل واحد فينا بينام في اوضه لوحده. أنا الراجل ده مش متصور إنه يقرب منك ولا يحط إيده عليكي. ساعات تجيلي أفكار جنونية أقول أروح لهم البيت أشوفهم بيعملوا إيه. وساعات أقول أعمل لهم تليفون كل ربع ساعة أنكد عليكم السهرة. قلت لك كل حاجة بيني وبين كمال انتهت من زمان. أمال عايشة معاه ليه؟ سيبيه وروح عيشي مع أهلك لحد ما تخرج ونبقى نتجوز.
حاضر يا احمد، بس انت انتبه لمذاكرتك عشان تنجح، وكل اللي بتقول عليه ده هيحصل. تعلن شركة مصر للطيران عن نصول طائرتها القادمة من لندن. شكرا. اهلا حنان، سافرت كمان ولا ايه؟ كنت حاسه اني متراقبه، ده اللي خلاني ما اكلمكش. والتليفونات كمان؟ مش مصدق. عايزه افهم انك بتفكري نسيب بعض؟ مش قصدي، بس لازم تفهمني، انا خايفه. انا فاهم، فاهم كويس قوي. على العموم الحمد لله على سلامته، كويس انه جه علشان اقدر اشوفك. امبور زفد بوزيت سويذين ذي بورش يلسك انتل تين اور تويلف يرز اجوه ذيس كيسز وير اولويز كنت. الطياره وصلت من الصبح وما اتكلمتش لحد دلوقتي. زمان هنتكلم، ذاكر بقى. اباوت 1960 دكتور. المفروض انها تكون رجعت البيت. تاني ربنا يهدك يا ابني، انت هتضيعنا والامتحانات زمان على الابواب. اوستون ريبورت مؤمن. تعالى معايا. على فين؟ نوصل لحد بيتها نطمن على اللي حصل. طب انت بتحبها، انا ذنبي ايه؟ معلش يا مؤمن، تعالى معايا، تعالى تعالى. كده ضيعت مني الصفحه. هتضيعني. من عشان خاطري، تعالى. اتفضل، تعالى. حد في ايدي. اهي ارتحت بقى، يلا نمشي. تكذب عليا وتقول انهم ما بيناموش في اوضه واحده وهي معاي. خلاص نبه عليها من هنا ورايح تنام في المطبخ على البلاط. هي خرجت من الاوضه، تبقى ما بتكذبش عليا. انت حيرتني معاك، بتكذب ولا ما تكذبش؟ لما تتجوزها بنايمها زي ما انت عاوز، ان شاء الله فوق السطوح. يلا بينا لحسن، انا حاسس انك هتفقدني. أنا لغيت رحلتك علشان فات أسبوع مفاوضات مع الشركات الأجنبية وما وصلتش لأي نتيجة. تلغرافاتك كلها مبهمة. أنا على وشك الاتفاق. اتفضل. ويا فندم أنا بقول لسيادتك. هتقول لي كله موجود في التقرير. وده تقرير ده؟ ده كلام فارغ. ما يكتبوش واحد معاه الابتدائية. ده أنا سهران عليه طول الليلة يا فندم. وإيه يعني؟ مش كتير لما تسهر على تقرير ليلة. كفاية هي اللي بتاخدها. الظاهر ان ثقتي فيك مش في محلها. يا فندم انا عملت اللي اقدر. ارجوك تخليني اغير رايي فيك. اتفضل. اكلمه ليه واعزمه ليه على سهره؟ مين قال لك اني عايز اسهر؟ انا تعبانه وقاعده في البيت مع عمرو. يا هناء انت ما بتقدريش المسؤوليه ولا ايه؟ الراجل بيتلككني. المعيه اللي بيدهاني ممكن يعين بيه 10 خريجين جامعه. لازم نسحب نعم معاه. والله اسحب نعم انت لوحدك، دي مش وظيفتي. يلا بيبي. بس الخير بيعم علينا كلنا ولا ايه؟ انا مش عايزه الخير ده، قرفت منه. يا حبيبتي ما هي سهره وتعدي بقى. يلا عشان خاطري، عشان خاطري، عشان خاطر عمرو. ها؟ خد يا حبيبي. الو مساء فندم بي. مساء الخير يا فندم. خدي كلميه. مسك. يلا يا عمر تعالى ناكل في المطبخ. اصل يا فندم هناء عزمانا احنا الاثنين على سهره. ايه راي حضرتك؟ هتكسفها؟ متشكر قوي، مع السلامه. سينو سيفاليدس كاني سينو بسلا تشوبس ساركوفاجا يو. بقى بالذمه دي طريقه مذاكره. كان يوم ما هب بيوم ما خدتك معايا ليله راس السنه.
هتخليني احرم اخدك معايا سهرات بعد كده. اللي محيرني اني بقالها يومين ما اتكلمتش، لازم في حاجه. اكيد فرقعتك يا سيدي واديتك زومبا اليوناني. الو؟ ايوه منى. ازيك؟ طمني عامل ايه؟ على العموم الملازم الجديدة ظهرت وسلمتهم لك، تحب ابعتهم لك مع حد؟ لا مش مهم، ابقى اخدهم منك في الكلية. لا مؤاخذة منى، اصلي مشغول شوية. مع السلامة. ايه ده؟ مش عيب يا بني ادم تكلم منى بالشكل ده؟ خلاص نسيت العشرة القديمة؟ ما احنا كده يا بني ادمين. سبيشال بروبلم. الو؟ الاستاذ كمال موجود؟ خرج؟ طيب لو سمحتي ممكن اتكلم المدام؟ خرجت مع البيت، راحت معاه الحته اللي اسمها في الاخر فيه نون. ايوه الشلاتون. طيب متشكر. سهرانه في الشلاتون ده كتير قوي. تخرج مع جوزها من غير اذنك دي تبقى خيانه. يا هناء دي مش طريقه، مش عايزين اللي بنيناه في سنين يهدوا في ثانيه. وانا عملت حاجه مكشره من غير مناسبه، هتخلي سعفان بيه يفتكر اننا متضايقين من عادته. انا قلت لك قبل ما نيجي اني تعبانه. يلا نقعد. يلا. ميرسي. واحد ويسكي. صحتك حلوة أوي. تمام. زعلتك في حاجة يا هناء؟ لا أبدا. أمال ليه بتهربي مني؟ تديني مواعيد وما تجيش. مش قلت لك بيراقبنا؟ مش باين. أنا حاسس إن في سبب تاني. لا أبدا مفيش. الرميل دخل في عينيا، عن إذنك. إيه اللي جابك هنا؟ عايز أعرف. ما جيتيش ليه؟ ما اتكلمتيش ليه؟ هقول لك كل حاجة بكرة. على ما تلاقي حجة تقوليها لي. مغصى عليك يا أحمد. ومين ده اللي بترقصي معاه؟ ده سعفان بيه المدير العام. وليه يسهر معاك المدير العام؟ يا احمد اهدى بلاش فضايح، هبقى اشرح لك كل حاجه بكره. استنيني الصبح في الشقه. اعملي حسابك لو ما جيتيش مش هتشوف وشي بعد كده. مين ده اللي كنت بتكلمي؟ ده ابن خالد سميحه، كنت قابلته عندها في المحل وعرفتني بيه. يلا يا كمال. خروجنا جه فجأة، المدير العام صمم يعزمنا على السهرة، كنت هعمل ايه؟ وصمم كمان انك ترقصي معاه وتحضنيه؟ انا ما كنتش حضناه. انا شفتك بعينيا حضناه، كنت حضناه زي ما بتحضنيني بالظبط.
يا احمد انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يعني كل دقيقة وكل لحظة بفكر فيك، وانا سهرانة معاهم بتبقى انت اللي معايا. بوس ايدك اطمن من ناحيتي، مش عايزاك تشك فيا ابدا، فكر بس انك تنجح، مش عايزه حبك ليا يشغلك عن مستقبلك، مستقبلنا احنا الاثنين. مبروك. الله يبارك فيك. هو نجاح صحيح على الحركرك، انما التقدير مقبول، ممكن يوديني الصعيد. ولا يهمك، انا هروح معاك اي مكان. يلا بينا. يلا. بنفسجي دي يا اسطى. كمال بيحبك؟ أمال ليه مش عايز يطلقك؟ خايف للطلاق يأثر على مركزه. مش فاهم. اتنين ما بيحبوش بعض، والأكتر من كده بيكرهوا بعض، إيه اللي يخليه يرضى بالوضع ده؟ أنت مش فهمتيني إنك بتحبي حد تاني؟ أيوه. خلاص، عايز انا اروح اكلمه؟ لا يا احمد، سيب لنا الحكايه دي، انا هكلمه لاخر مره، واذا ما وافقش اوعدك اني احسب له البيت. هلا، كنت فين؟ ياه، من امتى بتسألني؟ كنت عند سميحة. يا سميحة ساكنة في شارع الجبلية نمرة 13؟ انت بتراقبني؟ كنت مع الواد بتاع الشيراتون؟ ايوه. وان كان مش عاجبك طلقني. يا ست، لما تظبط بتخون تطلب الطلاق؟ انت بتتكلم عن الخيانة دلوقتي؟ ما بتتكلمش عن سعفان ليه؟ ولا عايز تفهمني انك مش عارف؟ خلاص. لما الخيانة تكون في مصلحتك ترضى بيها، غير كده لا. انا بقولها لك اهو،
دقيقة واحدة من النهاردة مش هعيش معاك. من غير سبب كده تطلب الطلاق؟ من غير سبب. لا زعلتها ولا زعلتك؟ أبدا. لا، أنا بعيال. أراجع صالحكم مع بعض وهديلك أعصابها. أكون شاكر أوي. يا سلام، ده واجب. أهلا سعفان بيه. إيه هنا يا هانم ده؟ كده تخضينا؟ اتفضلي. حد يزعل من كمال؟ هو عارف أنا عايزة إيه؟ طلاق؟ أيوه. يا شيخة، بعد 7 سنين جواز تطلبي الطلاق؟ تهدي في لحظة بإيدك اللي بنيتوه سوا؟ أنا متنازلة له عن كل حاجة بس يطلقني. معقول ده؟ يا عم سعفان بيه ما تحرجنيش. نعم يا أنكل. أنت مزعل ماما ليه؟ أنا بحبها، بحب ماما، بحب بابا. يلا روح بوس ماما. وانت كمان يا كمال، يلا بوس راسها. يلا يا بابا عشان خاطري. يلا. مساء الخير. مساء الخير. جالي جواب التعيين. ألف مبروك يا ابني. طمني، اتعينت فين؟ في الفيوم. الفيوم؟ ما هو لو كنت انتبهت لنفسك شوية كنت اتعينت في مصر مش في الفيوم. العابي العابي. معلش، على العموم الفيوم قريبة. ألف مبروك يا حبيبي. هتوحشني يا أحمد. وأنت كمان. حبيبي كان نفسي تيجي معايا. يا ريت، مش عارفة حاملي من غيرك. أنا حابة أجيلك خميس وجمعة، وإن قدرت أزوغ وسط الأسبوع هزوغ. متشكر يا سعفان، أنا كويسة هنا. نفسي نرجع زي زمان، تكلميني ونتقابل. من فضلك الدكتور احمد الاقيه فين؟ اتفضلي يا هانم. ادخل. اعملي التحليل الاول وبعدين ابقى اشوفها. بعدين اشوفها. مع السلامه. انا احمد. وحشتني قوي. ادخل.
لو سمحت دكتور رأفت عايز حضرتك. طب أنا جاي لحالي. حبيبي. ادخل. المريض في أوضة 13 عايز حضرتك. طب أنا جاي حالا. المستشفى هنا زحمة قوي. أنا هستناك في البيت عندك. عندي في البيت مش ممكن أنا. هنا كلهم عارفين إن أنا مش متجوز. والفيوم غير مصر. الإبرة لما تترمي يتسمع لها صوت. قول إني قريبتك، خطيبتك، أي حاجة. لا حبيبتي، خطر عليكي وعليا أنا كمان. وعايش لوحدك؟ طبعًا. مين بيخدمك؟ بينظف لك البيت، بيغسل لك هدومك. واحدة ست كبيرة في السن. بتاكل فين؟ الظهر في المستشفى وبالليل في النادي. وبعد النادي بتسهر فين؟ في النادي برضه. هو في غيره؟ بتفرج على التلفزيون والساعة 10 بيتك بيتك. أنا مضطر أسيبك دلوقتي عشان أقابل حضرة العمدة. أنا راجع لك حالا. يبقى عندك واحد زي سعفان وتحتار الحيرة دي؟ ده راجل له مركزه ومعارفه كتير في كل حتة، ينقلهولك مصر في 5 دقايق. مش معقول يا سميحة، بقى أنا بتهرب منه، أقوم أكلمه. يا بنتي الغاية تبرر الوسيلة، كلميه ولا يهمك. هي نمرته كام؟ يعني لولا موضوع الدكتور قريب سميحة صاحبتك لا كنت اتكلمتي ولا شفتك. أصل الحقيقة الدكتور جديد وجت تعيينه في الفيوم، بعدين ظروفه العقلية ما تسمحلوش يبعد عن أهله. قامت سميحة ترجتني عشان أوصيك. هتكلم له حد؟ طبعا طبعا. يا ترى هتغيبي عني تاني؟ حسب ظروف يا سعفان. مفهوم مفهوم. ممكن اتكلم في التليفون؟ اتفضل. الو؟ مين يا فندم؟ ايوه يا فندم موجود. تليفون عشانك يا ستي. مين يا دادا؟ ما قالش. طب روح انت يا دادا. حاضر يا ستي. الو؟ حملت. الحمد لله على السلامة. جيت امتى؟ بكلمك من محطة، لازم اشوفك دلوقتي حالا. عندي ليك خبر هايل. ايه هو؟ قول. طب نتقابل بعد نص ساعة؟ عن سميحة. حسوا اني كفاءة، انا قالوني مصر. انا ما بقاش فاضل غير اننا نلاقي شقه وتسيبي جوزك ونتجوز ونعيش سوا انا وانتي وعمك في بيت واحد. يا ريت يا احمد، يا ريت. لا لا. نعم يا سيدي. حضر الغدا بسرعه. حضرتك مش هتستنى الست؟ هي لسه ما رجعتش من النادي مع عمرو؟ عمرو نايم فوق. ما راحت فين؟ ما قالتش يا سيدي. جالها تليفون من واحد اسمه احمد وخرجت على طول. Thank you.
سعيد يا كامل. هلا. هو الدكتور احمد مش ناوي يبعد عنك ولا ايه؟ اول مره عدتها لك على خير عشان خاطر الولد، قلت مفيش داعي نخرب البيت اللي بنيناه سوا. كمال انا قلت لك طلقني. تفتكر لما هطلقك هيتجوزك هو؟ ايوه. وهيعيشك بال 17 جنيه اللي بياخدهم؟ كمال الامور اللي زي دي عايزه الصراحه. صحيح انا عايشه دلوقتي عيشه تحسدني عليها ستات كتير، لكن انا مش راضيه عن نفسي. مش دي الحياه اللي كنت بحلم بيها ما اتجوزتك؟ بس عيب انك تضحي بالفيلا والعربيه والمصروف اللي بتاخديه كل شهر. انا فكرت في كل حاجه من زمان ومصممه على الطلاق. رجع تاني تطلب الطلاق؟ انا مش لسه مصالحكم؟ بصراحه الحياه معاها بقت مستحيله. انا اتغيرت قوي يا سعفان بيه. فهمتوا مع بعض؟ شفت ايه اللي مزعلها؟ حاولت كتير مفيش فايده. بلغني اخيرا ان في واحد بيزن على ودانها عشان تطلب الطلاق. مين؟ دكتور لسه متخرج جديد. دكتور؟ عرفت اسمه؟ ايوه اسمه احمد فؤاد. احمد فؤاد؟ ايوه. وانا قررت اطلقها. ايه ده؟ انت جننت يا كمال؟ حد يهدم حياته بايده؟ طلاق يضرك ويأثر على وظيفتك في الشركه. الشوشره والمسائل الشخصيه دي تأثر على مركز الانسان. تخليك عاقل. سيب لي الموضوع ده. والاخراني ده قبل الاكل ثلاث مرات. دكتور احمد سيادة المدير عايز حضرتك. صباح الخير. اهلا دكتور احمد. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. مبسوط في القاهرة؟ الحمد لله. عظيم. بقى يا سيدي انت عارف طبعا اننا بنبعت بعثات كل سنة لأوروبا من بعض الدكاترة المتفوقين. اسمك ضمن الأسماء المعروضة عليا. ايه رأيك؟ والله يا فندم ده شرف عظيم. مش عارف اقول لستك ايه. ما تقولش حاجة. جهز نفسك للسفر في أقرب وقت. متشكر يا فندم. في حاجة يا دكتور أحمد؟ لا بس أصلها كانت مفاجأة بالنسبة لي، وخصوصا إن لسه منقول من الفيوم. نعمل إيه بقى؟ وصيتك غالية علينا. سعفان بيه زميلي من ابتدائي. سعفان بيه؟ لسه كان بيكلمني من شوية عشان يطمن عليك. أيوه. الدكتور أحمد فؤاد عايز يقابل حضرتك. مين؟ الدكتور أحمد فؤاد. خليه يتفضل. اهلا دكتور احمد. تفضل. تفضل. اي خدمه؟ حضرتك تعرفني يا سعفان بيه؟ لا ما سبقليش الشرف. محدش كلمك عني؟ مش فاهم. حضرتك وصيت عليا وخليتهم ينقلوني مصر؟ فعلا افتكرت دلوقتي. اقدر اعرف اسم الشخص اللي طلب منك تعمل كده؟ يهمك في ايه؟ عشان على الاقل اقدر في يوم من الايام ارد له الجميل. مش من حقي اقول لك مين، لان الشخص اللي بتتكلم عنه ده يمكن مش عاوز حد يعرف اسمه. سعفان بيه مفيش داعي نخبي على بعض. الشخص ده نعرفه احنا الاثنين. هناء مش كده؟ عشان تستجيب بسرعه لطلب زي ده اكيد هناء دي عزيزه عليك قوي. انت عاوز توصل لايه بالظبط؟ انا بلغني كلام كتير يا سعفان بيه. لنفرض لما طلبت منك تنقلني يا سعفان بيه قالت لك اننا بنحب بعض؟ والله أنا ما بتدخلش في عواطفها الشخصية،
كل اللي اعرفه انها ست محترمه ومتجوزه، وان في شخص بيحاول انها تتطلق وتسيب بيتها. عشان كده عايز تبعدني عن سكتها وتسفرني بعثه. ايه اللي وصيتك تعمل كده يا سعفان بيه؟ يا ابني انا اللي عايزك تختفي من حياتها. هناء اتعودت تعيش على مستوى معين انت مش هتقدر توفره لها. النهارده بتحبوا بعض وهي مستعده تضحي بكل الحاجات دي، لكن الحب ده مش هيدوم الى الابد. وقدام المشاكل اللي هتواجهكم هتبتدي الخلافات، هتبتدي هي تلومك على انك حرمتها من العز اللي كانت فيه. اسمحي تسيب الهدوم، الزوجة الخاينة ملهاش الحق في اي حاجة. مفاتيح العربية. استنى عندك ولا حتى تشوفي الولد اللي تطلب الطلاق تضحي بكل حاجه. روحي له بقى بطولك. كمال بيه موجود؟ ايوه يا فندم، اتفضل. على فين يا هنا هانم؟ خلاص يا سعفان بيه، هي بقت حره. كمال، أنا اتحررت بنفسي عن الموضوع واكتشفت إن أحمد هو اللي كان بيعاكسها. معلوماتك طلعت غلط وهناء مظلومة. لا يا سعفان بيه، أنا مش مظلومة، أنا فعلا غلطت وقدامي فرصة إن أصلح غلطتي وأعيش حياتي، الحياة اللي بتتمناها أي ست مع الإنسان اللي بتحبه. استني، سيبها يا سعفان بيه. بقيت حرة، بس زلني زلني قوي ومرضيش يديني الولد، لكن أنا من حقي أرفع قضية واخده في حضانتي ونعيش كلنا في بيت واحد ونخرج سوا قدام الناس من غير ما نتقابل في السر كأننا بنرتكب جريمة. إحنا دلوقتي ناخد شقة على قدنا وبمهنتك نرتب عشتنا. أحمد مالك؟ ما بتقولش حاجة يعني؟ أفتكر إن حلمك ده مش هيتحقق. ليه؟ معروض عليا أسافر بعثة لأوروبا. ألف مبروك يا حبيبي، ولا تشيل هم، هسافر معاك وأشتغل هناك أي حاجة. عارفة مين اللي تكرم وزكاني عشان أسافر؟ مين؟ نفس الشخص اللي نقلني من الفيوم لمصر. سعفان بيه، المدير العام اللي كان بيرقص معاكي، ليه تخدعيني طول المده دي؟ تخليني احبك وتقولي انك بتحبيني وانت على علاقه بشخص تاني؟ ابدا يا احمد، انا من يوم ما عرفتك كنت ليك انت بس. ما تحاوليش تكذبي تاني، انا قابلته بنفسي، طلب مني ابعد عنك. ليه؟ منين يعرف علاقتي بيكي؟ انت اللي قلتي له. ابدا ما بقتش فاهمه حاجه، كل اللي عملته اني وصيت عليك، نقلك من الفيوم عشان نبقى جنب بعض، واللي عملته ده عشان بحبك. الحب هو اللي يرفع من كرامه الانسان مش اللي يحط منها، وانت ضيعت كرامتي. احمد انا كل اللي عملته ده عشان بحبك، عمري ما قصدت اجرحك او اقلل من كرامتك، ارجوك تفهمني. عايزاني افهمك تاني، كان ليك علاقة بسعفان بيه ولا لا؟ كان بيصرف عليك ولا لا؟ أيوة، بس الظروف هي اللي خلتني أعمل كده. أنهي ظروف؟ تاكسي. أحمد ما تسيبنيش، أنت كل أملي في الحياة، أنا دلوقتي ماليش غيرك أنت في الدنيا. كان نفسي أقف جنبك يا أحمد، أنا بحبك. وأنا كمان بحبك، لكن مش هقدر أنسى.
اللي حصل هيفضل دايما بيننا.